اعترف في هذا. يا سعد وينك؟ المحطم عليه شيله كذا حزينه. الغي الفراق اثر على النفس الجسوره والهواوي كل يوم اردى من اول خبر نفسي على الفرق كسوره. وينك يا سعد؟ الله من الزمان. ايوه يسعد امكم. شوفوا بقول لكم حاجه، ارجوكم رجاء خاص ميانا، اذا يطول عمر السلامه، اذا يطول عمر السلامه مثلا جاني شغل ولا جاني ظرف قوي قوي قوي، انتم مثلا قعدت عنكم 4 ايام، قعدت عنكم اسبوع، ايوه حطوني كني محور لكم نفداكم. عرفتوا كيف؟ ايوه جدا جدا والله اني استانس اقسم بالله. ابقى اشياء عن كارثه. ليه وش تسوي؟ بعلمكم ايش اسوي يا اخوان. شوفوا صلوا على النبي. صلوا انا والله اني ادري انكم تحبوني وانا ادري وانتم تدروني احبكم جدا جدا، بس ما في بعض الاحيان الظروف تحكم خصم انك ما تقدر تصور ولا اي حاجه. انا ادري انكم وقتها انكم مشتاقين وانكم تحبون وانكم خايفين علي ما شاء الله تبارك الله، عرفتوا كيف؟ بس كذا يعني ابغى شيلات حزينه وكذا ومبسط. جابر لا 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 طشيت. انت غلط غلط، ما قلنا انت غلط، قلنا ايش؟ قلنا ايش اسمه؟ اذا جاء ظرف قوي انت يبغالها الستاربكس. والله اني من يوم صحيت وانا ابغى ستاربكس لكن ما جت الفرصة، بس الحين جات الفرصة ابشركم. والله من الغباء لسان. قفلوه. لا يا ربي. لا لا ما تفتح. اسمعوا. تبوني اعلمكم طريقتي. كيف اطلب في ستاربكس؟ انا كنت بعلمكم طريقتي في ستاربكس. حبيبي ما انكم ضيقتوا اللفه تكفى. ليه في ذمتك؟ الله يرحم ابوك تسلم. شوفوا كيف طريقتي. ايش بطلب؟ اعرف ذاك اللي طلب اللي يطلب من العرب دائما. اللي في بامبرز مدري بارز مدري الزبده ذاك اللي ما يخلون شيء اللي يحطونه فيه. حبيبي السلام عليكم. السلام كيف حبيبي؟ ايش اكثر هذا طلب ياخذون العرب؟ ايش سمعت انا؟ لا هذا سيم سبانيش بامبرز ذا شو اسمه؟ دبل شوت. لا اللي فيه شوت دبل شوت. الشكل؟ اللي فيه دبل شوت وما ادري وش وبارز ما ادري وش. انا يجي. شو اسمه دخيل امك؟ خيال الاطراف وانا ابو علي. ابو علي السلام عليكم. صبحك الله بالخير. انت على البث مباشر الله يحييك.
ابو علي تكفى دخل امك عرفت ذاك ناخذ تشتري لي دام اشتري انا وياك مستر بوكس ايوه ايش اسمه اللي فيه بارز ودبل شوت ما ادري وش ايس وايت موكا 3 شوت 3 بامبرز بامبرز حبايب ابو ايش وشو بامبرز 3 بامب صديق أقول لكم عائلة تكنولوجية عائلة برستيج عائلة ثقافة يا إخواني صديق محمد دقيقة بدأ خليك معي دقيقة الله يسعدك لا لا دقيقة بدأ كلكم تكون تصير أم العائلة صح تحسون مرة عائلة أوتفت سلام دقيقة خليك معي أبو علي أجين دخل أمك ايس وايت موكا جيب ايس وايت موكا ايوه 3 شوت 3 باب حجم ايش في حجم وين كبير هذا كبير وسط جيب وسط ها صقر 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 يا صقر خش معي قسط ايوه قدني انا اللي ادفع لك صقر الله الخيره يا الله يلا مع السلامه انت بالبد اخويا اي ناس فاشله جرب ايس بيكون لا لا دي كارت دي كارت فيها لداوة فنانة ايش اسمه وايت ايس امريكانو دبل 3 شوت 2 بامب سيارة في النهاية قصة الله العم بشتبه واو بدر اخويا صقر العالم يا رجل ابو علي كيف اسوي ذا الحين يا ابو علي اسمع اضغط الادوات يا نلقاه كم المزيد يعني المزيد لا انا بطلع وجهي لكن كيف اقلب الكاميرا ابو علي المزيد مربع وين فوق يسار وين ورا ابو علي وثبت ثبتني يلا حط لي فلتر حلو يا صقر لا يفرش شخصية بدر أخوي عليك أذن قاعد تسمعني شخصية لا أفرض عليك أرجع القسط يا صقر إذا أنت رجل أرجع إيه مصاصة يا صديق حسبي الله عليه مشكي جوا دقيقة دائما كل مشوار تروح لازم تربط حزام الامان تقيد بالتعليمات وتقيد بادوات السلامه مهما رحت في اي مكان
عن الطلب. يا صقر يا صقر ارجع ارجوك يا ابو سعد. يا صقر سوي طلب قست ولا ارسل، ارسل نقطة. تسمعني ارحب؟ اسمعك اسمعك بوضوح يا ابو سعد. ها ضبطني يا شيخ ضبطني. اسمع، في مربع عندك. اين هو المربع دي؟ مربع كذي المزيد اسمع. كاميرا تصير في مي فاجب بالجوال. وين المربع يا ابو علي؟ مربع في الوسط. الله درى ايه المربع. علي صار المزيد اسمه. ايه الاعدادات؟ اخر شيء. ايه المزيد المشاركة. لا ايوه المزيد، اضغط على المزيد. ايوه. جاك عكس. ايوه وين العكس؟ ورني بدر. تحت تلقى اخر شيء. عكس الكاميرا وعكس كذا. تكبير كتم صوت عكس عكس لا عكس يا ما جاء يا سعد فوق كتم الصوت تحت حرزك حرزك ما جاء حرزك يا اخي دور دور تكوى دخيلك دخيلك انت افزع انت اضغط على المزيد يا ابغى اوريك وجهي البشوش طيب اضغط على المزيد يلا البنزيد ايش طالع هو خيار عندك عكسي وعكس عكس عام ارحبوا يا سلام عليك المؤثرات اهلين والله ما في فلتر انا ما في فلتر اصقر اسالك بالله اي والله والله العظيم بالظروف هيا كيف علق هني وانا يا مرحبا بك صقر ارحب يا ابو علي ارحب يا مرحبا ومسهلا كيف الحال يلا حيه امورك زينه متى بتجي من الرياض والله ما ادري يا ابو سعد يمكن ما عاد بجيكم بنصدق في الرياض ملي من ذا لعبك في الرياض يا ابو علي كيف لعب ليه وين شيبان حقي والديرة وجدة و... كيف ايش دخلك في شيبان يا اخي ايش تبغى انت ليه قاعد تخش بالعائلة انت والله قد قلتها لك زمان ايش دخلك هاي يمسك يا شيخ امسك اوف يا الكاش العام لا يا رجال توكل على الله توكل على الله توكل على الله يا ابو يبن الله يسعدك طيب علومك يا ابو علي الحين انا فزت ولا ما فزت فايز صقر قل لا اله الا الله سعد علي تدري ايش اسمك يا سعد علي ايش اسمك ها تعرف من اهل الرعيان تدري اسمي بدر بدر عنده شغله وقف. بكره اسمعني اسمعني دقيقه بدر وقف ارجوكم انت اسمع يا صقر اسمع ايوه ها ادري واعلم ان ماني انا وياك في الكامري الحال لا ايوه اوكي والعيد مدبول والعيد مدبول يا سلام عليك يا سلام ارجوك ابو سعد تكفى تكفى الله الذي لا اله الا هو والله انا ما جمعت من شهره ثلاث سنين اني انظر اني اخرب في ايش اسمه قست اني اخرب في قست لا يا صقر صقر ارجوك يا صقر اول بيع طيب يا ابو علي اول بيع لا 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 خلينا نمر بيننا علومنا بيننا على الرجال ذي اللي بيتكلم يا سلام واب اسره ومتزوج حرمتين اربع 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 خليني اروح امس يلا اسمع علومكم من روح تدري عطنا جدركم من روح تدري اي وعدكم بونط والله علومنا جدول صلوح قبايل صلوح قبايل من صلاه المغرب الى الساعه 1 بالليل هذا ما بيعلم وما بيقول شيء لا بس يعني ايش اسمه يعني متجدولين قصدي يا ابو علي عرفت طيب بيعات شريات شيء والله بد اللي انت خابر راحت طيب وجات بس فهمتني انت بالله بكت المره اخو سعد ولد 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 انا انت اللي تثور انت اللي تثور انت اللي تثور سعد يا مخ في الرياض ولا ايش سعد اركض الله ابا بيجي العد ايش قصدك ما ادري انا ابغى نمشي في البيت ابو علي مالك اعطينا خير اسمع اسمع وين بتروح هذا الحين؟ والله بنروح لبيتنا. طيب اسمع بالله ورني يا بدر. بدر رافض والله رافض ابو علي.
ليه؟ طيب اسمع ولد. ابغى امسي في البيت. ابغى امسي بسلامه يا سعد الله يحفظك. طيب اسمع ايش رايكم طول عمر السلامه؟ ايش رايكم تنقلون عندي هنا في الرياض؟ الورع عليه كانك في الرياض انت. والله اني يعني افكر اقسم بالله اني افكر اخذ الشقه واسكن ورع والمشروع سعد ما تدم الشحم ما ترد انه مو يزيد سنه الا قد زوجته. فايد العلم زودني انا ما علي غير خلص الشقه خلص عتبه. الله يفك ابو علي. اساسا يا ابو علي الزواج ترى يكمل نصف الدين. انت معي ابو علي؟ خلصت علمك اللي في الرياض ولا لا؟ اختصر بس. والله باقي عليها اشياء بسيطه الحمد لله. زين طيب العرب اذا يسمع سكتها هو اللي يتكلم. اصبر عندنا في واحد ابغى نجدد. والله يا سعد ما طلعته من القسطني نعلم بالمشروع اللي فات. ما عليك منه يا ابو علي. قفل الصوت. طيب بس سقر. ايش رايكم في واحد نجدد عليه؟ من هو؟ ظفر عامر تكفى. ايوه اوه الرجال يا طول عمر سامه الحين هو الرجال يقول ان العرب ذا اللي فوزوه. هو مو لعب ضد ريال مدريد. والله ما ادري ايش ريال مدريد في اللعبه في البرنامج. يا الرجال ازعجل بهيش يبغى النجمه. لا 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 الله يا ربي يا كريم تصلح. الله يصلح. اللهم ادعوا لي يا اخواني بالصلاح والهدايه. اليوم ابا اعلمكم افضفض لكم بشيء جدا وانا ابا اخذ بعد شوركم فيه. لكن دقيقه اصبروا. دقيقة يا اخواني تابع بثي. والله اني تابع بثي ورب الكعبة. والله اني ارجوك طلع الجو جوجو جو 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 ألبى قلبك. لا اله الا الله ايش ذا الزحمه. قلب بقلبه. ديك حبيبي انا السلام عليكم. مشاني يا راعي الكامري اللي قبل شوي. اسمعوا ابا اشوركم بيشو. جات الفكره هذه في راسي من يومي اقسم بالله. تتذكرون يوم اقول ميدكم شو اسمه يوم انا فاتح اخر بث لي يوم كنت في البوفيه
يوم قلت يا اخي ما شاء الله تبارك الله يحط هذا يا اخي اللي توه يصحى الساعه 7 الصبح يفطر جبنه وكذا مبسط بعدين يروح دوامه ما يطلع من دوامه يقيل له عصر بعدين يروح العصر النادي لا مغرب بعدين يطلع يروح قهوه وكذا تتذكروا؟ ايوه افكر اخواني اقسم بالله اني ما اكذب عليكم واحتمال 90% اني صامت اني افكر اني اخذ لي شقه هنا في الرياض اوكي اوكي ناخذ شقه هنا في الرياض سنويا اني اخذ شقه هنا في الرياض سنويا ايوه ايجار واشترك نادي في نادي رياضي مسبح اتكيت فخامه كل حاجه اوكي اوكي ايش بيكون جدولي ايش بيكون قول ايش بيكون جدولك يا سعد علي بيكون طول عمره سلامه اصحى طول عمره سلامه اصحى طول عمره سلامه على الساعه 2 الظهر 3 اقوم طول عمره سلامه البس الرياضه البس الرياضه طول عمره سلامه دزيتها للنادي رياضه ومبسط وجدول وروتين لين صلاه المغرب بعد صلاه المغرب اروح اتمشى اجدول ادولي سمره داجي على الساعه 12 واحده في الليل ارجع الشقه عندي في الغرفه قد جهزت الغرفه كذا بث واضاءات وشغل ومبسط والله اني صادق وجده شفتوا جده وجده بعد افكر بايش قولوا بايش يا سعد علي افكر اني في جده اضبط الغرفه احط لها اضاءات واحط لها مبسط واحط لها شو اسمه تذكروا مكيف ذاك الصحراوي احط لها مخيم مركزي سبريت ايوه بس انا المشكله هني ان عندي اشغال رياض فهمتوا كيف ماش ما دريت قاعد احلها ومن اقسم بالله ادري نفس الشيء لكن الرياض عندي بعض الشغلات بعض الامور ما غير والله اني صادق اقسم بالله اني صادق اقسم بالله صدق ايوه اغلب شغلي بيكون هنا صدق عشان اكون معكم صادق كلام اللي اما الكلام ذا اللي يدور في عقلي له يومين اخواني ما محاه لا ليله ولا عصر ولا نهار ولا شمس ولا شيء جدي بشهر لا يا اخي ما ودي بشهر انا كنت باخذ يعني سنه انتوا معي والله اتكلم معكم صادق ابى اخذ لي سنه فهمتوا كيف لا خذيت لي سنه لازم اضبط الاثاث واضبط المبسط لا مو بسنه عشان اصمد لا اقصد سنه اخذ الشقه ايجار سنه والله اني ابني اخواني يومين ما راح الى هذه من الاصل مع اني اقسم بالله اني جيت تمسيكات انا غلط بعض الاحيان اقول ايوه ما اجي بكره اقول لا ما اجي
لا اخي لا تلقى ايجارات كويسه بالرياض، مو بشرط الرقم اللي قلته كويسه. تبوك نعم اخوي، من مواليد تبوك، حي ابو سبعه، افخم حي في تبوك. والله انا ابغى اشوف لكن علومكم انتم ايش مسوين طيبين. ما علينا، ايش رايك تدري في قطر؟ ليه طيب الاسلوب هذا؟ هذا ليه؟ السلام ورحمة. الحياة اللي عمرنا ما يتقايد، اسمع ما تلبي يا حبيبي هلا بك يوم اليوم عيد، يا حبيبي هلا بك يوم اليوم عيد، اكمل حزني تبغى العمر ما يطول، اكمل حزني تبغى العمر ما يطول. يا سلام يومنا يوم عيد، يا حبيبي هلا بك يومنا يوم عيد، الحزن تكفى العمر ما ركز الطبقات نعم طبقات تغير العمر ما يا اخواني العرب تغيروا يا ولد، من انا تغيرت؟ والله اني افكر دائما يا ولد، ليش يا اخي بني ادم يا ولد تغير؟ والله اني صدق صدق يعني هذا تساؤل، يعني اعتبروه تساؤل، اعتبروه فضفضه، اعتبروه اي شيء. ليش ابني ادم يتغير؟ ليش ما يكون؟ اذا هو كويس يبقى كويس، اذا هو يعني مو كويس يحاول انه يصير كويس. يا اخوي كارثه والله، يا اخوي والله يا كم ناس يا اخواني اقسم بالله إنه كان في السماء السام فوق 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 رجع له تحت. صديق قال يا أخي رجع يكون على معدن واحد، سبحان الله يا أخواني الطلاقة الشجاعة كل شيء كويس كل شيء ونعم ما يتصنع الشيء هذا، حتى لو انك تبغى تصنعه تصنع يوم يومين ثلاثة شهر شهرين سنة ما تقدر تكمل الشيء هذا. اقسم بالله انا اتكلم وانا صادق، ايه وقدرت تطلع على حقيقتك، والله انك تطلع على حقيقتك والله. ايوه اشهد بالله انا اتعب من مو طبيعي.
ليش يعني تغير؟ اي والله جدا واجد واجد اكتشفت اني ما مهم الشيء ذا، عرفت كيف؟ مهم مني يا أخي، ذي بعضهم يكتشف وينسى، فهمت كيف؟ لكن المصيبة واللي اللي اللي, اللي تقعد في قلبك لين يخرب الشيء في راسك، اللي كنت تحط العشم فيه وتحط الهقوى فيه وكنت هاقي فيه هقوة تنكار فيه، من تكتشف له دون الهقوى. ايوه نعم، يا اخي كلام، شوف بقول لكم حاجه، شوف صلى على النبي، كلام اصفطهم ومش هذا تنقال الشخص العايد العابر العايد اللي ما جاء بينك وبينه اي شيء، فهمت كيف؟ يعني مو مره يلزمك، اما الشخص اللي يلزمك لا والله اني اتحداك، بتقولها ممكن تقولها كذا قدام العلم، رجاء والله ما فكرت فيه ولا اي حاجه، لكن في قلبك تاكل، والله اني صادق، تاكل تشرب في قلبك يا اخي، تفكر في هذا الرجال. اما كلامه اصفط وامش، هذا شوف انه مو حقيقي، اصفط وامش للشخص اللي ايش؟ اللي عابر عندك، يعني ما بينك وبينه ما يلزم جدا ولا بينك وبينه، فهمتوا كيف؟ فهمت شلون؟ يا حبيبي أنا بك يومنا يوم عيد. يا أخي ما شاء الله على ذا الرياض يا إخواني، والله المحلات نعانى الساعة كم؟ 3، أقسم بالله المحلات الكبار حتى محلات الكبار أنا فاتح. يا حبيبي هلا بك، الرياض بس مشت سجلنا بالصيف، عز الله يا الصيف هذا اليوم، أقسم بآيات الله إني على صلاة المغرب كذا بعد المغرب بعد عمركم قد سمعتوا بهواء حار كأنك تشغل مكيف وحاطه على 4 وحاط درجة الحرارة 45، أقسم بالله 45، أي والله هي. سعد الساعة 4 ما يصير خطأ، كيف الساعة 4؟ بكرة وكنت يعني ومبسط وداول وكذا، أنتوا يعني صدق عندكم بكرة دوامات بدأت عندكم؟ لا ما بدأت، اوه يا حمودي، لا اله الله يا محمد، خويك كم ضحكت منه، الله يستر على ابوي يا اخوان، اقسم بحياه الله انا محلقه، وصلوا جدا اظن يوم الاحد ولا يوم الاثنين، انتم معي اول احد اول سبت ما ادري، الزبده انه اول ما وصل جدا طق بحلاقه في الراس 4، رقم 4 مرضى يصور لي صقر في الحوش، الاقي حلاقه انه راسه يدري انه كذي كنا تلمس، يا اخي الله يعينك، كم باقي له يا اخوي من ذا السن، لكن ما تدري، شوف ترى اللي انت تدرس ترى ما تدري رزقك وين، يمكن طول عمره والسلامه فجاه كذا تصير مهندس راتب فوق 40,000، تروق المانجا وتستانس، تداوم كرفته
قدام بالشراط هذه السوداء تنبسط. ممكن انا احنا حاطين العشان فيه محمد خول نبس يا طيار يا دكتور يا مهندس، واحدة منها ما راح يتخطى يتخطر واحدة من ثلاثة، يا مهندس يا طيار يا دكتور، اختر منهم. اني احس الولد ما شاء الله عليه عنده نظرة ثاقبة، او انا اللي عنده نظرة ثاقبة، الزبدة انها ما شاء الله تبارك الله فيه يعني اشياء تتوقع انه بيصير كذا. او يمكن انه بيصير مدرب في نوادي يعني حقي معضلين وكذا. يا اخي انا ودي استغل الفرصه، والله اني صادق ودي استغل الفرصه هذه. الحين طول عمره سلامه، الحين اللاعبين ذول العالميين ذول الحين ما يعلمونهم قبل ما ابوانهم من هم زي العمر ذا زي عمر محمد خو، يعلمه كيف يلعب كوره ويعلمه كذا ويدربه ويقوم ويطيح ليل ونهار ويعلمه اللياقه ويعلمه كل حاجه. ايوه ليه ما نتفق هي هواي؟ لا اني بخلي الهواي تنطبق في راسه من هو صغير، بخلي الهواي هذه معه خلاص. يابا حلقة انذاذنا غصبه. لا بس هو دائما اشوفه يقول اشتري لي كورة، ابلعب كورة. بلا كذا اني احب الكورتي، فانا ايش ابستغل الفرصه هذه، ابى اطلع على يدي هذه. محمد الشهري سجل في نادي برشلونه، اشتروه ب 77 مليون دولار امريكي. لا اله الا الله، تلقون سعد علي في منصه هذه منصه دي حق الفنانين دولار، واقف كذا رجع رجل ولابس كوتشي سعد علي ولابس طول عمر السلامه الساعه. انتوا معي امو؟ اي والله ابوي جنبي بدر فواز عبد الله. يا لبي يا لبي، اقسم بالله انا اخليه اسبوع كامل اي هدف يجيبه اليوم الاول يحتفل بسمبويه مو كذا مدبوي كاردش. اليوم الثاني عندي ولا عند بدر، اليوم الثالث لين يعرفون العالم كله هو بيصير يعني مره عالم يعني مثل كريستيانو مثل ميسي وكذا. فهمتوا كيف؟ انتوا معي، بخليها طول عمره السلام. وكثر ما يصير عالم لازم يعرفوا العرب اخوانه، يعرفون العرب اخوانه. لما يجيبون مقاطعه قبل زي كريستيانو وميسي طول عمره السلام يجيبون مقاطعه قبل، وانا ادربه في الحوش وكل ما اذا ما زبط الكره اصفق على وجهك كذا. انا اقول بسرعه، انتوا كيف؟ لازم يدرون العرب من هو اللي يدرب المرعدي. اخرج انا اقول وقف دقيقه، انا اللي علمتك مالك تبغى تسحب علي كي تصير وتروح؟ ما يصير ابدا الشيء هذا، ابدا ما يصير. يا حبيبي هلا بك، يومنا يوم عيد. يا حبيبي يومنا اكتمل حزني تكفى، العمر ما يطول. اكتمل حزني تكفى ذا العمر ما يدوم. يا حبيبي هلا بك، يومنا يوم عيد. ماني داخل بستات اساسا شوي وبقف، والله لازم اني اقفل الصدق.
يا اخي والله مو بسريع الصدق يا اخوان والله، لكن انا والله اني حسبت اليوم الخميس الصدق عشان اكون معكم صادق، فانتوا معي قلت اني خلصت شغله الخميس وخلاص وراح يعني اليوم، بس طلع الخميس بكره الصبح ولازم اخلص لي شغله الصبح بدري الساعه 7:30، لكن بكره بنفتح وبعدها بنفتح وبعدها نفتح وبعدها نضحك ونستانس، لكن والله فتحت هذا البث الصدق الشاهد علي ربي سبحانه اني باخذ بكم عهد والله اني صادق. ايه واضح كيف واضح ايه بفتح بكره مالكم يا حبيبي هلا بك يومنا يومنا اكيد كلكم تصدقوني يا اخوان اللي تعرفوني يا اخوان ما عمري قد كذبت وقلبي ابيض وعنيتي ولا عمري قد اتصالف فيها كذب ولا عمري قد 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 كذبت كذبه واحده لان انا من النوع اللي اذا كذبت ينوضح علي ايوه علموني ذلحين متى تبون افتح لكم بكره الصدق انا عشان ابغى يعني يكون متناسق الوقت معاكم ومعانا يعني بكره ويكند متى تبون يعني الساعه 2 ولا يمكن بعد صلاه الفجر لا لا انا اشوف انها ايش اسمه انها ايش اسمه بعد صلاه الفجر افضل في صباحيات صباحيات حلوة وجذابة جمعة ما ينفع يا أخي مو للساعة 10-11 لا هو يد الفجر هنا الساعة 4 كذا فهمت كيف يعني نفتح 4 و5 و6 و7 ولا 6 لا 6 ولا لا 7 هم نرقد بعدها ما تبون نسهر زاد النجوم بيرفكتور شو هو شو بيرفكتور دي ما شاء الله على الشوارع في الرياض ما تطلع جسمه صوت كفرات موتر اللي في الرياض لا والله مو تبحيت والله ما صوت الكفرات من 2-7 أرجع الله أرجع الله اي والله انا بقف في ذا الحزه يا اخوان صدق لكن جعلكم الله في الحزه الطيبه والله يسترها بسترها ان شاء الله المقصد والله اني اخذ بكم احد واشوف علوكم وتشوفون علوان الله يوفقنا وياكم ان شاء الله ما ننساكم من دعانا ولا تنسونا من دعاكم الله يحفظ الوجيه وييسر امركم والله لو طول الدهر بها لين يشغلكم من يبقى في الداخل والله ان عرض جميلكم وعلى كلامكم الطيب وعلى وقفتكم اللي 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 ما هي بغريبه عليكم لكن بيضان قد ترى بين لو نتكلم يعني بالواقع يا اخواني قد هنا يا اخواني يمكن 3 سنوات هنا هنا هنا, هنا مده وهنا عشره وهنا ضحك وسوالف ومبسط الله يوفقكم اقسم بايات الله اني ما عدكم الا اخواني واخواتي يشهد علي الله يحفظ هذا الوجه ويستركم بستره يحقق كل شخص منكم مراده طلبت هذا اليوم وكل يوم جعلني والله بداكم جعلني والله ما تبدل فيكم جعلكم والله بالوجود دوم والله يمنعنا وياكم من صوادي في الايام ان شاء الله لا يغركم نضحك نمزح اقسم بايات الله ان ما نرضى عليكم ما ارضى عليكم انا يا سعد علي مثقال الذره الوحده وانكم تهموني جدا 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 ويا كل شخص منكم انه يهمه
يهمه يا سعد علي، انه يهم وضعه جدا 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 والله اني صادق. ما ادري ايش اقول بينكم والله اني صادق، الكلام يتلخبط اتجاهكم، لكن كلمه طيبه والله يحفظكم ان شاء الله وان شاء الله مشاركتك صدق اخر اللي حاولوا تصدقوا. سهام موجود تصبحي موجود تصبحي من أخوص سلك يعني انا اسلك اذا قدني اسلك فكزي في عيوني اذا قالت عيوني زي كذا فدر اني صادق شو الله ما ودي افارقكم اشهد علي رب لكن الظروف ايش فيك اليوم اخواني بالشوق بالشوق اتجاه افكر فيكم بالدقيقة ابكي عشان اصدق رايدي مخابر من مظاهر لانت الله ما علم ايش دخل فما الله يحفظكم